يواصل وفد الشعب البرلمانية مشاركته في اجتماع اللجنة الخاصة بالأنظمة المالية وشؤون الموظفين التابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية الدائمة المنعقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ولمزيد من التفاصيل بشأن ما دار خلال الاجتماع ينضم إلينا على الهاتف من أبوظبي سعادة النائب أحمد قراطة. أهلا بك سعادة النائب. يا هلا، مرحبا، مسي عليكم ومسي على السادة المشاهدين لتلفزيون البحرين. نعم، كيف سارت أعمال اليوم الثاني وهل تم الاتفاق على نظام موازنة الجمعية البرلمانية الأسيوية؟ طبعا احنا شاركنا في اللجنة الدائمة لشؤون الموظفين واللوائح المالية بالجمعية البرلمانية الأسيوية خلال فترة من 22 ل 23 و 24 كنا موجودين. نعم. كان النظر في مشروع قرار حول وضع خطة ميزانية الجمعية البرلمانية الأسيوية لعام 2018 والتوصيات عليها. نعم. وكان من ضمن المشروع كان قرار حول تحتسب على اساس شنو، على حسب الناتج المحلي الاجمالي، او كان هناك نقاش ان تكون كل دوله بحصه متساويه في الاصوات او تكون هناك بنسبه عدد السكان، فكان الدفع الاكبر انه يكون هناك بحصه متساويه لجميع الدول وباصوات متساويه. وكان من خلال الاجتماع، كان هناك اجتماع على جانب الاجتماع العام، اجتماع المجموعات جنوب شرق آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادي، والمجموعة الثالثة كانت الآسيا والوسطى ورابطة الدول المستقلة. كان مناقشة حول وضع استراتيجية بالنسبة حق الميزانية العامة للجمعية البرلمانية الأسيوية، هل كانت تحتسب هذه الميزانية على الميزانية الصفرية أو ميزانية البرمجة والتخطيط. وكان هناك من خلال وضع بلد الدائم لوضع الأمانة العامة وكيفية اختيار أعضاء الأمانة العامة للجمعية البرلمانية الأسيوية. نعم سعادة النائب، يعني هل لك أن تطلعنا على بعض التوصيات التي من المقرر أن يخرج بها هذا الاجتماع؟ كان من ضمن التوصيات هذه، يعني كنا هناك عدة نقاشات، وكان من خلالها أن تحديد أهداف البرامج والأنشطة لتنمية الجمعية القيام بها. نعم. وكذلك تقدير القيمة المالية للبرامج لتحقيقها في الأهداف ومراجعة وتحديد الأنشطة على كل برنامج على حدة، وكان رفع مستوى الأداء وترشيد الإنفاق من خلال تقييم النتائج من خلال مقارنتها بالخطط وإعطاء صور دقيقة على حجم الإنفاق. وكان كذلك هناك رفع كفاءة أجهزة الرقابة المالية والإدارية من خلال إضافة مؤشرات جديدة لتقويم الرقابة. مرونة توزيع المخصصات والمهام والأنشطة اللي كان تقوم بها الجمعية البرلمانية الأسيوية. وكان من خلال هذا النقاش خلال التحول من الجمعية البرلمانية الأسيوية إلى اتحاد البرلمان الأسيوي خطوة بخطوة، وكنا ناقشنا وتكلمنا في البداية من الجمعية، من التحول من الجمعية البرلمانية الأسيوية. نعم. إلى الاتحاد الأسيوي ثم إلى البرلمان الأسيوي. هذه. نعم. الخطوات لازم تأخذ على درجات، وكذلك أن هناك الميزانيات اللي راح توضع وكيفية الدول مساهمتها وكيفية مناقشتها وكيفية يكون هناك نوع من المشاركة من خلال الدول الأسيوية. نعم. في وضع هذه الميزانيات. نعم، من أبوظبي كان معنا النائب أحمد قراطة، شكرا جزيلا لك.